مصر لا تنسى أبناءها. تحت هذا الشعار أقامت الهيئة العربية للتصنيع يوما خاصا لتكريم أسر شهدائنا من قواتنا المسلحة والشرطة المصرية وتعريفهم بالقلعة الصناعية الهيئة العربية للتصنيع، وصورة تذكارية مع رئيسها الفريق عبد المنعم الطراس. يوم جميل جدا، وكفاية ان هم بيبقوا فاكرين اسر الشهداء في اي مناسبة، الحقيقة ما بينسوناش، ودي حاجة بتسعدنا جدا ان مش عشان الشهيد خلاص، لا هم دايما على تواصل معانا وبيعملوا تكريم لاسر الشهداء. الحقيقة ده تكريم بسطنا جدا، واحنا اول مرة نيجي فاحنا سعداء يعني بالزيارة جدا وبالاهتمام وبالتقدير. بيمثل لنا طبعا باسم الشهيد طبعا، وبيكرمه في اسم الشهيد، يا رب يجعلهم في الجنة دايما. النهاردة اسعد يوم النهاردة اللي انا حضرت النهاردة، شفت صناعة بلدي احلى صناعة وعمرها ما حصلت. شمل اليوم تفقد اكاديمية التدريب ومصنع الالكترونيات التابعين للهيئة، وبعد انتهاء جولة أبناء وزوجات شهداء مصر داخل مقر الهيئة العربية للتصنيع، توجهوا لاستكمال يومهم بالترفيه في حديقة الأسرة والتجول بداخلها لإضفاء البهجة على نفوسهم بالألعاب المختلفة. النهاردة سعدنا بتشريف أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، وبالتأكيد يعني أن الشهداء دول قدموا أرواحهم للبلد، فواجبنا تجاههم ان احنا لازم نكون على تواصل دائم معاهم. ويعني احنا سعدنا جدا جدا بزيارتهم النهاردة، ويعني بحيث ان هم يشوفوا ان الدولة ماشية ازاي وعندنا منتجات محلية تنافس المنتجات الاجنبية. هم كانوا مبسوطين جدا ان شافوا فعلا في صناعة. لما طبعا جيت هنا شفت الحاجات اللي احنا بنصنعها والشركات الجديدة اللي احنا بنفتحها، طبعا انا مبسوط ان الحاجات دي بتحصل في بلدي، ونفسي ان شاء الله ان احنا نصنع كل حاجتنا ونكون بنصدر في كل العالم، ويبقى الواحد ماشي في كل العالم كل حاجه مكتوب عليها ميد ان ايجيبت. الصراحه دي حاجه بالنسبه لي يعني حلوه قوي، لان هما مش ناسيننا وفاكريننا ودايما معانا، ودي حاجه حلوه ان هما افتكرونا بحاجه جميله زي دي، زي تكنولوجي وكده، زي كل مره بيفتكرونا بحاجه احلى. جايين زياره هنشوف المكان. دوما ما تحرص المؤسسات العسكرية على تأكيدها لخلود ذكرى شهداء الوطن في الذاكرة بتكريم أبنائهم وزوجاتهم، لتقول لهم لن ننساهم من قدموا أرواحهم للدفاع عن إرادة أمة أرادت الحياة.